ايوه طبعا، مما لا شك فيه انه لو رؤي الهلال، طبعا يستحيل رؤيته اليوم هذه الليله، لانه كما قلنا وقد اسلفنا ان الهلال لم يولد بعد، الهلال لم يولد بعد، الهلال سيولد الساعه 8:22 بعد غروب الشمس. فالواجب حتى يرى الهلال لابد ان يكون قد ولد قبل غروب الشمس بمسافه زمنيه 4 ساعات. يعني لو كان الهلال مثلا ولد قبل الغروب الشمس النهارده على 6:18 دقيقه، علشان يرى الهلال كان لازم يولد قبل الايه؟ قبل الساعه 6 ب 4 ساعات مثلا. يعني الساعه كام؟ الساعه 2 مثلا. يعني لو كان الهلال ولد قبل الساعه 2 كان ممكن احتماليه رؤيته في الغروب كان ممكن تكون قائمه، لكن الهلال لم يولد بعد. انا كده ان كلامك انت بكره مهتم بشهر رمضان، مش انا كلامي انا علميا حسابيا. حسابيا نعم، لكن كما قلنا فضيله المفتي هو الذي يعلن بدايه الشهر، لسنا نحن آلة علمية، نحن جهاز الشريعة، أعلى جهاز الشريعة علمية. نحن الحاسبون يعني في المقام الأول يعني. لكن كما قلنا فضيلة المفتي هو الذي يعلن بداية الشهر. بس اللي شفناه النهاردة شفته في لم نرى بعد. أين نحن؟ نحن لسنا يعني في واقع لحظة الغروب. لحظة الغروب هي لحظة استطلاع الهلال. لحظة الغروب هي لحظة استطلاع الهلال. وما يعد الغروب ما زال. المؤشرات بتقول ايه يا دكتور يعني؟ نعم. المؤشرات دلوقتي بتدل على ايه؟ يعني هل بتدل على حاجة مثلا؟ نحن لا نقول مؤشرات غير مش، نحن نقول الهلال سيولد بعد غروب الشمس. ده الكلام العلمي. الساعة 8:22 دقيقة. تمام. ماذا ترى يا دكتور؟ نعم. ماذا ترى؟ لا أنا لا أرى. أنا أحسب. طيب الحسابات الفلكية ولا الرؤية البصرية هي اللي بتحدد ولا الاثنين مع بعض؟ والله فضيلة المفتي بياخدوا الاثنين مع بعض. فضيلة المفتي بياخدوا الاثنين. طب الأصح إيه؟ أنهي اللي بيطغوا على الثاني أكتر يعني؟ نعم. لو شفنا حاجة في لا طبعًا التاني. الحساب هو الأصل يعني. الحساب هو الأصل لأن العين ممكن تخدع. أيوه. واحد يهيئ له أنه رأى الهلال ولم يرى الهلال، بصره ضعيف. شوفوا لو سد جوي او ما الى ذلك، فكل هذه العوامل حقيقه لكن الرؤيه العلميه لا اخلا وحشه قوي قطعيه. طب ما قلنا الحسابات العلميه قطعيه وظنيه. لماذا هي قطعيه؟ لاننا نحسب لكم الكسوفات الشمسيه والكسوفات القمريه وتاتي كما حسبناها تماما بالثانيه. صح كده؟ انما العين ممكن تخطئ. العين ممكن تخطئ، نعم. طب موضوع كسوف الشمس بس ان هم ياخدوا برضه بالرؤيه البصريه. طب كسوف الشمس يا دكتور، كسوف الشمس هيأثر على رؤية رمضان؟ رؤية هلال شوال؟ حالة لحظة الكسوف دي يا شباب، لحظة الكسوف دي هي لحظة محاق. لحظة ايه؟ لحظة الكسوف الشمس دي لحظة ايه؟ محاق. ايه بقى المحاق؟ يعني يمحق ضوء القمر. ما فيش ضوء قمر يعني. كلمة محاق يعني الأجسام الثلاثة على استقامة واحدة. الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة. ضوء الشمس اللي ما يسقط على القمر ينعكس مرة أخرى على الشمس. صحيح. مش كده؟ هي دي لحظة إيه في الحقيقة؟ لحظة الكسوف دي. مش كده؟ كيف يرى؟ فحتى يرى الهلال لابد أن يكون القمر قد انفك عن الخط الواصل ما بين الشمس والأرض مسافة زمنية أو زاوية قوسية في حدود من 6 لـ 8 درجات حتى تكون هناك زاوية سقوط وزاوية انعكاس على الأرض. حلو. لكن لو كان الثلاثة أجسام على استقامة واحدة مش هتكون في زاوية سقوط وزاوية